A, B, C, B, Fatuma or C, O, C, A. اللي هو الكايل غلط. خلاص؟ عشان يديني ايه اللي هيحصل؟ ادي هيدروجين. مجموعة الاسايل هتحل محل الهيدروجين وادي البنزين رينج وتديني سي او ار ويطلع لي ال اتش سي ال. او لو انا خدت البنزين رينج وفعلته مع اي ار سي او سي ال اللي هو البنزوايد كلورايد. البنزوايد كلورايد كلورايد عشان يديني ادي البنزين يدخل لي سي او اي ار ثالث. يبقى إذا الرياكشنز اللي بيتم في البنزين رينج إيز الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن بأنواعه اللي إحنا قلنا عليها اللي هي الهالوجينيشن والسلفونيشن والمايجريشن والالكيليشن والاسايتيشن. خفيف خالص ربع معلقة كده. خلاص ماشي. نيجي بقى نشرح الميكانيزم بتاع الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. اول حاجه هاخد الهالوجينيشن. وليكن عندي اللي هي الكلورينيشن، يعني هعمل كلورينيشن هفعله مع الكلورين. عشان اعمل الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن يبقى لازم ان انا اهيئ الالكتروفيل او اكون الالكتروفيل. بكون الالكتروفيل ازاي؟ اول حاجه اول ستيب عندي الكلورين اهي. انا هكتب الرياكشن الاول كله على بعضه وبعد كده نشوف ازاي. وادي الكلورين in presence of Lewis اللي هو FeCl3 عشان يديني الكلوروبنزين زائد HCl. تمام. اول ستيب ان انا بحضر الالكتروفيل. بحضره ازاي؟ الالكتروفيل اللي هو المفروض Cl+. بحضره ازاي؟ باخد الكلورين اللي هو الرياكتنت بفعله مع الكاتاليست. يعني ايه؟ طب ما هو الكاتاليست دوت بيعتبر عامل مساعد بس، يعني المفروض ان هو بيطلع معايا في الرياكشن. اه بيطلع معايا في الرياكشن. هنشوف ازاي. يبقى اول حاجه باخد ادي FeCl3 مع الكلورين. ادي الكلورين عباره عن اثنين كلورين اتوم كونكتد باي السيجما بون. الايرون هيسحب الكلورين ويكون لنا FeCl4- زائد Cl+. طب احنا برضو ما فهمناش دي جت منين. هقول لك انا جت منين. الكلورين عمل حاجه اسمها زي ما خدناها في السمستر اللي فات اللي هي ايه؟ هيتيرو ليتيك فراجمنتيشن، يعني ان ايكوال بروكن. يعني ايه ان ايكوال بروكن؟ يعني حصل كسر في الباي بوند ده. قلت لك ان لما يحصل هيتيرو ليتيك فراجمنتيشن يعني اتوم بتكون طماعه تاخد كل الالكترونات الموجوده في البوند وي هولدنج نيجاتيف تشارج والثانيه فقدت كل الالكترونات اند هولدنج بوزيتيف تشارج. تمام. يبقى الاف اي سي ال 3 هتاخد الانايون اللي هي سي ال ماينس. بما ان هي اف اي سي ال 3 خدت كلورين زياده عليه شحنه سالبه، اذا انا عندي اف اي سي ال 4 وعليها الشحنه السالبه. وده فقدت كل الالكترونات الموجوده في البوند ما بينها وما بين الاتوم الثانيه نتيجه الايه؟ ان الكلورين خدت كل الكلورين دي خدت كل الالكترونات الموجوده في البوند نتيجه الهيمو الهيتيروليتيك فراجمنتيشن. يبقى اذا بقى عليها بوزيتيف تشارج. تمام، حلو الكلام. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ستيب رقم 2، البنزين رينج
وادي الكلورين اللي عليها بوزيتيف تشارج اللي هو الالكتروفيل. ايه اللي هيحصل؟ الالكتروفيل هيدخل يحل محل يدخل هنا، معناها ايه؟ ان الكربون دي هتاخد كل الالكترونات الموجوده في الباي بوند، يبقى هنا دي عليها نيجاتيف تشارج، يبقى في الحاله دي هتبقى عامله كده. ادي السي ال وادي الاتش، خدت كل الالكترونات، تمام؟ يبقى اذا البوند الدبل بوند دي موجوده ما بين الكربون 1 اند كربون 2، والكلورين دخلت في كربون 2، يبقى اذا الكربون 1 دي بقى عليها ايه؟ فقدت الكترونات ولا لا؟ اذا بقى عليها بوزيتيف تشارج. حلو، وبعدين وبنزل الدبل بوند، تمام؟ يبدا يحصل ايه بعد كده؟ يبدا يحصل ريزونانس عشان يعمل استابيليتي للكومباوند، يعني يبدا تتحرك الدبل بوند في اتجاه البوزيتيف تشارج. الدبل بوند في اتجاه البوزيتيف تشارج، زي ما انا قلت قبل كده في الريزونانس ان انا بحرك، افتكر اتصور يعني الدبل بوند بتاعتي دي كان ليها هيد وليها تيل، التيل هو اللي بيتحرك في اتجاه البوزيتيف تشارج، والمكان اللي بيسيبه بيبقى عليه بوزيتيف تشارج، عشان يكون لنا اهو ادي السي ال وادي الاتش، طبعا هنا الاتش زي ما هي، وادي هنا اتحركت بقت هنا، والمكان اللي ثابته بقى عليه بوزيتيف تشارج، وادي الدبل بوند الثاني، تمام؟ يبدا يحصل ايه؟ انا كده حركت كل الدبل بوند الموجوده؟ لا، ده انا لسه عندي دبل بوند اهي، تبدا تتحرك في اتجاه برضه البوزيتيف تشارج اهي، تمام؟ ادي الكلورين، وادي الهيدروجين، وادي الدبل بوند، وادي البوزيتيف تشارج، تمام؟ خلص كده بقى الريزونانس الموجود عندي. يبقى اذا دلوقتي اتحركت الالكترونات جوه السايكل ولا لا؟ اتحركت، يعني عملت لي كده اهي، كده اتحركت الالكترونات جوه السايكل، وادي البوزيتيف تشارج الموجود على الرينج، وادي الكلورين، وادي الهيدروجين، تمام؟ يبدا يحصل، يبقى اول حاجه خلاص الالكتروفيل، بعد كده الالكتروفيل هاجم حلقه البنزين، وبعدين هو انا كده لسه دخل الكلورين كده وبقى ستيبل؟ لا، المركب لسه مش ستيبل. طب عشان يبقى ستيبل ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك انا طلع معايا ايه؟ انا استخدمت الالكتروفيل ودخلته على الحلقه، باقي معايا ايه؟ باقي معايا الكاتاليست اللي خد واحد كلورين، لازم ان انا ايه؟ ادي اخر حاجه، ادي الكلورين وادي الهيدروجين، ان هنا دي كانت هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، ادي البوزيتيف تشارج اهي، تمام؟ يجي بقى معايا ايه؟ الاف اي سي ال 4 عليها نيجاتيف تشارج، ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف تشارج دي بتاعت مين؟ بتاعت الكلورين، يعني دي عباره عن اف اي سي ال 3 سي ال ماينس، تمام؟ الهيدروجين هتاخد السي ال وتطلع لي ال HCl، تمام؟ وبعدين اتبقى معايا هنا ايه؟ ال FeCl3 زي ما هو، يعني طلع معايا الكاتاليست اهو، بس هو ساعد في الاول عشان يقدر ان انا اكون الالكتروفيل. اتبقى معايا ايه هنا على حلقه البنزين؟ طبعا الهيدروجين لما يطلع بيطلع از هيدروجين اين، يعني بالشحنه الموجبه، ويسيب الالكترونين بتوع اللي هي البوند دي اللي هي الكترونين، يدخل عشان يعمل الدبل بوند ويعادل الشحنه الموجبه الموجوده هنا، ويكون لنا الكلورو بنزين. ده بالنسبه للكلورينيشن. نفس الكلام بالنسبه للبرومينيشن، هيمشي بنفس الطريق بس هفعله مع الفيريك برومايد. لازم احضر الالكتروفيل، معناها ان هيحصل رياكشن ما بين البرومين وما بين الفيريك برومايد. يعني ايه رياكشن؟ يعني هيبدا يحصل الهيتيروليتيك فراجمنتيشن ويكسر البوند ما بين الاثنين برومين مولكيول، ودي يبقى عليها نيجاتيف تشارج ودي عليها بوزيتيف تشارج، وبعد كده اللي عليها نيجاتيف تشارج كونكتد مع لويس ويكون لنا الاف اي بي ار 4، وبعد كده البرومين يهاجم حلقه البنزين ويدخل في الريزونانس عشان الاستابيليتي، وبعد كده الاف اي بي ار 4 البي ار اللي هي الاكسترا تاخد الهيدروجين وتطلع لي الاتش بي ار، ويتبقى معايا الاف اي بي ار 3 ويكون لنا البرومو بنزين. ده بالنسبه للهالوجينيشن. نيجي بقى لل النيتريشن. النيتريشن
ادي البنزين رينج فعلته مع النيتريك اسيد in presence of sulfuric acid عشان يديني النيتروبنزين زائد H2O. طيب دي الجنرال رياكشن. الستيب نمبر 1 ان انا بعمل ايه؟ بحضر الالكتروفيل. بحضر الالكتروفيل ازاي؟ باخد ادي السلفوريك اسيد HSO4 وادي الH بفعلها مع النيتريك اسيد N دبل بوند O وادي الO وادي الـ OH دوت النيتريك اسيد. الهيدروجين تدخل عشان تربط هنا مع الO مع الO مع الO تمام وادي البوند عشان يكون لنا HSO4 minus زائد N double bond O ادي O وادي O وادي H وادي H. الحالة دي بقى عليها positive charge ودي عليها positive charge. هل انا لسه كونت الالكتروفيل؟ انا لسه ما كونتش الالكتروفيل. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ادي ال O H وادي ال H وادي ال plus وادي ال N double bond O وادي ال O minus. هنا لسه عليها positive charge. طبعا هنا ليه positive charge؟ لان المفروض انا عندي هنا ال N around it بيكون فيه 3 bond لكن هنا فيه 4 bond. اذا هي فقدت اللون بير بتاعتها تعمل البوند مع الاكسجين فاذا هي بقى عليها positive charge. تمام. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ ال H2O هيطلع لي بره ادي ال H2O. يتبقى معايا ايه بقى؟ خليها انا هكتبها زي ما هي وهقول لك ايه اللي هيحصل بعد كده. ادي ال N double bond O وادي ال O minus. تمام؟ طيب دي طلعت ازاي؟ الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين اظهار زان النيتروجين فياخد الالكترونات الموجوده في البوند ويعادل الشحنه الموجبه بتاعته ويكون لنا البنزين. ويتبقى معايا N double bond O O minus. تمام؟ في الحاله دي انا كده كونت الالكتروفيل برضه لسه. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيحصل ري ارينجد لل نيجاتيف تشارج تدخل تعمل دبل بوند وتكون لنا N double bond O double bond O وادي البوزيتيف تشارج. اذا انا كونت كده الالكتروفيل بتاعي. تمام. بعد ما كونت الالكتروفيل ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هو يهاجم حلقه البنزين. ادي حلقه البنزين وادي الH وادي الN double bond O double bond O وادي البوزيتيف تشارج. يبدا ان هو يهاجم حلقه البنزين. تمام. هيهاجم اهو ادي NO2 وادي الH. طب هو هيهاجمها ازاي؟ ما هو عليه شحنه موجبه. طب عشان يهاجمها معناها انا لو دخلته هنا يبقى كل الالكترونات الموجوده في الدبل بوند راحت عند الكربون دي. تمام. عشان تدخل ادي ال NO2 وادي الهيدروجين. طب لما اتحركت بقى كل الالكترونات عند الكربون دي يبقى المكان ده بقى بتاعه فاضي. اذا بقى عليه بوزيتيف تشارج. حلو. وادي بقيه الدبل بوند. يبدا يحصل ايه؟ ريزونانس عشان يعمل استابيليتي للكومباوند. ازاي؟ بحرك الدبل بوند في اتجاه البوزيتيف تشارج اهي. دبل بوند اتحركت مكان التيل بتاع البوند هيبقى فيه بوزيتيف تشارج وهنا هيعادل الشحنه الموجبه عشان يديني اهي وادي ال NO2 وادي ال H. تمام كده الريزونانس خلص؟ لا لسه، لان لسه في البوند ديت ما اتحركتش. تبدا تتحرك في انهي اتجاه؟ في الدايركشن لل بوزيتيف تشارج بحيث ان التيل مكان التيل بتاعه يبقى عليه بوزيتيف تشارج اهي. ادي ال NO2 وادي الهيدروجين وادي البوزيتيف تشارج. تمام. يبقى اذا حصل موشن للباي الكترون انسايد ذا رينج اهو وبقى عليها ايه؟ بوزيتيف تشارج وادي ال NO2 وادي الهيدروجين. خلص كده. دخل مجموعه النيترو هي دخلت.
بس لسه انا عندي الهيدروجين، يعني لسه ما طلعتش الهيدروجين. طب هتطلع الهيدروجين ازاي؟ نتذكر انا كان باقي معايا ايه من الرياكشن بتاع الستيب نمبر 1، كان باقي معايا، خلي بالك، كان باقي معايا HSO4- والميه طلعت بره، تمام؟ ادي ادي الايه ال NO2 وادي ال H وادي ال positive charge، تمام؟ هاجي هنا مع ال HSO4- اللي هي اللي كانت الريست من الستيب نمبر 1، هتعمل ايه؟ هتاخد الهيدروجين مع ال HSO4- عشان تديني H2SO4، تمام؟ وبعدين خرجت الهيدروجين، والهيدروجين لما بتطلع بتطلع as hydrogen ion، يعني بتسيب البوند اللي ما بينها وما بين حلقة البنزين، يعني الكترونات تدخل جوه عشان تكمل لي بقية البوندز وتعمل الاستابيلايز للبنزين رينج وتكون لنا البنزين النيتروبنزين وتكون لنا النيتروبنزين زائد طبعا ال H2O اللي هي طلعت من ستيب نمبر 1، تمام؟ يبقى انا كده عملت سلفو، الكاتاليست اللي دخلته طلع زي ما هو، والميه طلعت من الستيب نمبر 1، ودخلت مجموعه النيترو مكان الايه الهيدروجين، دي بسميها النيتريشن. نيجي بعد كده الى الايه السلفونيشن رقم 3. سلفونيشن معناها ادي البنزين رينج بفعله مع السلفوريك اسيد H2SO4 زائد في وجود H2SO4، يعني هياخد 2 مولوكيول من السلفوريك اسيد عشان تكون لنا البنزين سلفونيك اسيد زائد ال H2O. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجه لازم ان انا اجهز الالكتروفيل بتاعي اللي هيعمل ايه، اللي هيعمل اتاك للبنزين رينج. طب انا هجهز الالكتروفيل ازاي؟ ادي اول ستيب، باخد H2SO4 زائد H2SO4 عشان تديني H3O+ اللي هي الهيدرينيوم اي زائد السلفر ترايكسايد، تمام، زائد ال HSO4 ماينس، تمام؟ طيب ده عباره، ما اجي ارسم الاستراكشر بتاعه عباره عن سي دبل بوند او دبل بوند او دبل بوند، يعني انا عندي هنا الاس حواليها 6 باي بوند، تمام؟ انا كده كونت الالكتروفيل. طب انا هوريك تريك، ادي البنزين رينج وادي السلفر ترايكسايد، ايه اللي هيحصل؟ الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين از هاير ذان السلفر، فتسحب الالكترونات الموجوده في الدبل بوند اند هولدنج نيجاتيف تشارج، والسلفر دي يبقى عليها بوزيتيف تشارج، تمام؟ ويبدا يعمل اتاكينج لاي كربون، كربون دي ايكوال كربون دي ايكوال كربون دي ايكوال دي ايكوال دي، تمام؟ حلو، هنقول ان هو يعمل اتاكينج للكربون دي، هيدخل هنا. اذا عشان يدخل، بما ان عليه بوزيتيف تشارج يبقى لازم هو لاف نيجاتيف تشارج. طب عشان يبقى لاف للنيجاتيف تشارج يبقى معناها ان الكربون دي هتاخد كل الالكترونات الموجوده في البوند، والبليس ده هيبقى عليه بوزيتيف تشارج عشان يكون لنا اس او 3، وادي الاتش وادي هنا بوزيتيف تشارج. طبعا انا دخلتها على طول اسمها اس او 3، هي المفروض انك هترسمها كده، ادي البوزيتيف وادي الاس تعملها او دبل بوند او دبل بوند او وادي الاو ماينس، تمام؟ يبدا يحصل ايه بعد كده؟ يبدا يحصل ايه؟ يبدا يحصل الريزونانس اللي هيدي الاستابيليتي للكومباوند. طب الريزونانس ازاي؟ هبدا ان انا احرك الدبل بوند في اتجاه البوزيتيف تشارج بحيث ان التيل مكان التيل بتاع الدبل بوند يبقى بوزيتيف تشارج،